قلنا مرة أخرى أبنائي الأعزاء من فقرة الإعلانات، ظهر لهم في السوشيال ميديا لازم يقسموا لي المحاضرة إلى 3 أجزاء. على العموم بسبب التقدم التكنولوجي الهائل ده بيحصل اللي بيحصل يعني الآن. نشكر يعني الله على إنه سمح لنا إن إحنا نصل إلى هذه التكنولوجيا اللي هي بسببها بنقدر نعمل اللي بنعمله. فالنقطة الثانية قلنا ان الادلت 85% بيطلع الاريثروبيتين من الكيدني و15% من الليفر. الكيدني من الاندوثيليوم بتاع الكابيلاري اللي هي الخلايا المبطنة للكابيلاري بتاع الكلية، و15% من الليفر بيطلع من خلية اسمها ماكروفيج، يعني ماكرو يعني كبير، مايكرو يعني صغير، زي يقول لك مايكروباس، ماكرو عكسها كبير، ماكروفيج الخلايا الاكلة الكبيرة اللي بيسموها في الليفر، هتاخدوها في الهيستولوجي يسموها كوبفر سيلز، وبعض الزملاء بيقول حاجة خطأ ان ده اسم العالم اللي اكتشفها، لا دي كلمة كوبفر في الألمانية معناها نحاسية، ولاحظ التشابه ما بين كلمة كابر وكوبفر لانها بتلمع زي النحاس، فسموها الماكروفيج بتوع الليفر سموها كوبفر سيلز، اي معناها الخلايا النحاسية. مش عاوزك تركز في التفصيلات، اهم حاجة ان 85% من الاريثروبيتين بيطلع من الكيدني. هنا وقفة بقى، العيان اللي عنده فشل كلوي يبقى ما عند مش بس فشل كلوي، ما عندوش اريثروبيتين، بيعاني من سيفير انيميا، وده اللي لاحظوا الاثنين الامريكان في سنة 1950، قلنا لما اكتشفوا ان هو بيطلع من الكيدني، العيانين الكلية بايظة بيجي لها سيفير انيميا، وظل برغم الغسيل الكلوي اللي بيعملوه العيان حالته مهببة مع الاعتذار، ونضطر نديله نقل دم، احنا مش فاهمين ليه عنده أنيميا، مش عارفين نطلع المادة دي نعملها. إلى في سنة 1983 تم تحضير هذا الإريثروبيوتين، وأصبح كل عيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير عندهم فشل كلوي في العالم بالإضافة للغسيل الكلوي نديهم مادة الإريثروبيوتين، فالار بي سي ترجع للنورمال، ولم يعد العيانين دول يعانوا من الانيميا وعايشين حياه طبيعيه بعد ما كان بيعانوا من انيميا رهيبه برغم الغسيل، ويحتاجوا الى كميات رهيبه من نقل الدم بكل مخاطره. ده التقدم اللي بحكي القصص ليه. طالب بيسالني، اولا لانها تثري المحاضره، ثانيا وده الاهم عشان ده يذكرك، الطلبه ما بتفتكرش معلومات قد ما بتفتكر قصص. ده قصة الإريثروبيتين، قلت أول مرة فكروا فيه كم سنة 1900 بالاثنين الفرنسويين لما خدوا الدم بتاع الأرنب الأنيميك وحطوه في أرنب تاني، لقوا الار بي سي زادت، يبقى 100% بيطلع في أنيميا، ديك استفدت معلومة. اكتشفوا بيطلع منين، ده اثنين أمريكان في سنة 1950 من كيدني، لاحظوا إن العيانين اللي عندهم فشل كلوي عندهم أنيميا رهيبة، يبقى في مادة بتمنع بس مش عارفين يجيبوها بالظبط يركبوها، تم تركيبها معمليا في سنة 1983، وكان ده فتحة خير لكل عيانين الفشل الكلوي في العالم وما أكثرهم، كلهم بنديهم إريثروبيتين. يبقى اتكلمنا على الكيميكال نيتشر، جلايكوبروتين والسورسز، وأنت جنين مفيش عظم بيطلع من الليفر، وأنت دلوقتي بيطلع من الكيدني 75% والليفر 15%، ميكانيزم اوف اكشن لسه قايلين، وان خدنا 2 ستيبس فوق، ان الاريثروبيتين بيشتغل على الخليه اللي حساسه الاريثروبيتين بس متخصصه، اريثروبيتين سنسيف كوميتي ستيم سيل، في ريسبتور بيتحد معاه، اي هرمون ما يشتغلش غير ما يمسك في ريسبتور، هنبقى نقولها في سنه ثانيه باذن الله. الفيرست ستيب في المودل اكشن بتاع اي هرمون هو انه يتحد مع ريسبتور. ده سؤال في الام اس كيو، لما يقول لك قول الفيرست ستيب ما تقراش السؤال، اليونيون ويذ ريسبتور، اي هرمون اول حاجه يعملها يمسك في ريسبتور. فاهم بيعمل ايه بقى الهرمون؟ ديفرنشيشن اند بروليفريشن، يعني تميز، تتميز الى كرات دم حمراء وتتكاثر فتتحول الى اريثروسايتس. ده الميكانيزم اوف اكشن. اهم نقطه، النقطه الرابعه الاخيره في الاريثروبيتين، الاستيمولاي. ايه اللي بيطلع الاريثروبيوتين؟ اهم حاجه يا شباب نقص الاكسجين، اهم حاجه تؤثر في اي عضو هي وظيفته، هايبوكسيا بكل اسبابها، فيسيولوجيكال قلنا زي الهاي التيتيود المرتفعات، وباثولوجيكال لو الرئه تعبانه، القلب تعبان، هيموريج او انيميا.
ثم حاجات تانية في أضر استيميلاي حتى أنا أعملها لك بطريقة جميلة في الحفظ ABC. لكن زي ما بقول الأهم في الأقل أهمية، وبلغتي بطريقتي لما يقول لي إيه اللي بيطلع إيثروبيتين؟ هايبوكسيا ثم هايبوكسيا ثم هايبوكسيا ثم أشياء أخرى اللي بسميها مع الاعتذار كلام شحاتين. الـ ABC ده لو بدأت بيه تقول كم فارق. الأول تقول هايبوكسيا، تدي الـ A أندروجين الهرمون الذكري أو الكالوزيس القلوية أو الأدينوزين. وعمر ما في المحاضرة ما هيقولوا لك ليه دول بيطلعوا الإريثروبيتين، إنما أنا هتناولهم واحدة واحدة. مش إحنا قلنا يا شباب إن الميلز مكلفة، ربنا عمل لها RBCs أكثر فهتقدر تشيل أوكشن أكثر، فمفروض تطلع بالأعمال البدنية أكثر من الستات. ليه؟ أدي الإجابة، لأن الهرمون الذكري الأندروجين بيزود الإريثروبيوتين هرمون وعليه تكوين الRBCs. يجي الأصعب الكالوزيس، ليه في القلوية بيزيد الإريثروبيوتين؟ الإجابة سهلة اللي يفكر، بس ما أقل الناس اللي بتفكر في عالمنا هذا، أنه وراء الخلق خالق. الكالوزيس بتثبط النفس، بتخلي نفسك يقل يقل، يبقى هيحدث نقص في الأوكسجين. يبقى نعوضها ازاي؟ بزيادة الRBCs بزيادة الإريثروبويتين هرمون. ثم نيجي الثالث أدينوزين الأصعب، المادة المولدة للطاقة اسمها أدينوزين ترايفوسفيت في الجسم، وهي تتكون من الأدينوزين. الأدينوزين ترايفوسفيت محتاج عشان تعمل أدينوزين، ويحتاج أكسجين. فمعنى ان الادينوزين زاد في الجسم يبقى معناها ان اتكسر الادينوزين ترايفوسفيت، والموضوع بقى ادينوزين محتاج اكسجين لاعاده تكوين الادينوزين ترايفوسفيت اللي هو الاي تي بي، يبقى لازم ازود الاريثروبويتين. لازم نبقى فاهمين يا شباب، احنا عندنا الناس لما تتكلم محدش بيسال محاضر، هنا مفيش الكلام ده. زي ما قلت لك هم لغتهم احسن مني ألف مرة، المذر تانج بتاعتهم. لو ما عنديش حاجة أقولها لهم جاي أقرأ معاهم زي ما بيحصل عندنا، لا يمكن، العقد لا يجدد. اللي بيعين الأساتذة في الجامعات هنا الطلبة بيكتبوا ريبورت في الآخر في الأساتذة، هل ده أستاذ يجيبوه تاني ولا ما يجيبوهوش، لأنه غير مفيد، مش فاهم، مش مستوعب. بيتا أدرينرجيك ستيمولانتس هناخدها بس أشرحها في أوانيها. الأدرينالين هرمون الأدرينالين بيشتغل على نوعين من ريسبتور ألفا وبيتا. البيتا ريسبتور وعليه الأدوية اللي بتستيميليت البيتا ريسبتور يسموها بيتا أدرينالجيك ستيمولانس، بتزود مش بس الإريثروبيتين، كل الهرمونات، كل الهرمونات، وهنقولها في أوانيها ليه بإذن الله. ثم نيجي الكوبالت، هنعرف بعد شان الكوبالت ده مهم في عمل البي 12، والبي 12 مهم لعمل ار بي سيز. طب هتعمل ازاي ار بي سيز من بي 12 الا اذا كان عندك اريثروبيوتين؟ عشان كده الكوبال بيزود الاريثروبيوتين. يبقى ده سؤال داخل سؤال، السؤال الاساسي ضره هذه الحصه اريثروبويزيس تكوين الار بي سيز. اهم عامل فيها انه واحد الاوكشن اللي مرتبط بهرمون اسمه اريثروبويتين، واتكلمنا عليه في اربعه نقاط: الكيميكال نيتشر، جلايكوبروتين، السورسز، خلينا في المهم دلوقتي 85% من الكيدني، الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل على الخليه المتخصصه الاريثروبيتين سنسيف كوميتد سيلز يعمل لها ديفرنشيشن اند بروليفريشن، والاستيميلاي نمره 4 هايبوكسيا ثم هايبوكسيا ثم هايبوكسيا ثم كلام شحاتين اي بي سي. تاني عامل هرمونز، الشيء بالشيء يذكر، عشان كده حطيتهم لك المذكرة، قلت فن التحصيل فن آخر. الشيء بالشيء يذكر، أوكسجين اتكلمنا عليها في إيه؟ الإريثروبيتين اللي هو هرمون، يبقى قبل ما أنسى أجيب الهرمونز. يا سبيسيفيك يعني مالوش شغلة غير إنه يعمل آر بي سيز. اسم على مسمى اسمه إريثروبويتين. فبقول يجي لك في الام اس كيو يقول لك هل الاريثروبيتين بيزود كرات الدم الحمراء ولا الحمراء والبيضاء والصفائح؟ بعض الطلبه اختار الثلاثه. لا هو بيزود الحمراء بس. هو بيقول لك انا اسمي اريثرو، اريثرو يعني بتاع الاحمر.
فلو اخترت حاجة غير الأحمر مع الاعتذار في التعبير هيبقى ما فيش أحمر من كده، ده مش الإريثروبيوتين، انت فاهم؟ يبقى إريثرو يزود الأحمر بس سبيسيفيك للإريثروسايتس، ليه أذر فانكشنز آه بس مالاش دعب بالدم، يعني بيساعد مثلا اللي ما يعلموش كثير من الزملاء الوند هيلينج، في مهم في البرين في حالات النيورونال انرجي انجري، اسف اصابه النيورون، ده مش علينا الكلام ده، انما في الدم ما يزودش غير قطره الدم الحمراء اسمه اريثرو بتاع الاحمر، ما يزودش غير الاحمر، فعاوزين هي اللي يبقى احمر مش حد اخر. نان سبيسيفيك يعني هرمونات بتعمل حاجات كتيره ومن ضمنها تزود الار بي سيز. لسه اول واحد قايلين الاندروجين هرمون الذكري هو اللي بيخلي الذكر ذكر وفوق اللي بيزود له الار بي سيز. ثيروكسين هرمون الغدة الدرقية بيعمل مليون حاجة يزود ميتابوليزم ومن ضمنها يزود عمليات الأيض ويزود الار بي سيز. جلوكوكورتيكويدز اللي هم الكورتيزون وسموها، هنبقى نحكي قصة الكورتيزول وحاجات زي كده وفي أوانيها وعملت عليه حلقة في التي في لأهميته، هنبقى نقولها في أوانيها في سنة تانية بإذن الله. يبقى أول حاجتين خدناهم الأكسجين والهرمونز، تحفظوا مع بعض الشيء والشيء يذكر، اوكشن عن طريق إيسوبيتين، يبقى قبل ما انسى باخد الهرمونز، ثلاثة واربعة مع بعض يا شباب. المصنع ومولد ومورد المواد الخام، مين المصنع؟ قلنا البوم مارو. انهي بونز في حضرتك؟ في التشايلد، لانه بينمو كل البونز، اول بونز من اول ما تبلغ في الادل، هنقفل مصانع مش محتاجينها لان ما بنموش بقى، عاوزين نعوض بس الار بي سيز اللي بتتكسر كل 120 يوم. يبقى نشغل مين؟ نشغل الذي لا يمكن ان يفقد، اللي هو مين؟ الفلات بونز او الممبرانس بونز، نوت 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 اللونج بونز، لانه وراء الخلق خالق، اللي هم العظم اللي في السكال والترنك الجزء، لانهم لا يمكن ان يفقدوا. اي حاجه تبوظ البون مارو كما الاشعاعات الذريه اتوميك راديشن اكس راي، الانتيبيوتكس اللي الناس بتاخدها عمال على بطال، السرطانات اللي بتسرح في جسم الانسان وتدمر بومره، كل ده هيدي انيميا، نوع من الانيميا اسمه ابلاستيك انيميا، والكلمه من شقين، بلاستيك يعني تخليق تصنيع، ابلاستيك يبقى لا تخليق لان المصنع مش موجود. ما لا يعلم كثير من الناس ان اهم سبب لتوقف المصانع اللي هو البومره نخاع العظم ليس هو الاكس راي ولا الانتيبيوتكس ولا الراديشن الاشعاعات الذريه ولا التيومرز، ما نعرفش ليه فجاه تتوقف البون مارو، يسموها ايديوباثيك يعني غير معلومه السبب، بس ما تقولش الكلام ده. ده المصنع. نيجي نمره 4 ما قبل الاخيره اللي هو الهيلثي ليفر، لازم زي ما يبقى عندك مصنع كويس يبقى المورد بتاع المواد الخام كويس. ده سؤال شافه مهم، الهيلثي ليفر، ما اهميه الليفر في تكوين الار بي سيز؟ في شيئين بقولها بطريقه جميله، الليفر يصنع شيئين ويختزن شيئين، بيصنع الجلوبين بتاع الهيموجلوبين، وما تلخبطهاش مع كلمه جلوبيولين، الجلوبيولين ده بلازما بروتين غير الجلوبين بتاع الهيموجلوبين، ودي قلتها عشان ما حدش يلخبط. في البلازما بروتين الثاني اسمه جلوب يولين في يو ال زياده، انما هنا جلوبين بتاع الهيموجلوبين. الليفر بيصنع الاثنين عشان تبقى عارف، بس ما تحطش دي مكان دي. في الار بي سي تقول بيصنع الجلوبين، في البلازما بروتين بيصنع الجلوب يولين، ولسه قايلين بيصنع عندك 15% من الاريثروبيوتين، وانت جنين كان بيصنع كل الاريثروبيوتين. بنتكلم على الاهم دلوقتي، حضرتك دلوقتي الكليه بتصنع 85 وهو بيصنع 15%، يبقى بيصنع شيئين الجلوبين والإريثروبيتين، ويخزن شيئين. أهم حاجتين اللي هناخدهم الحصة الجاية، العالم بيبقى عنده أنيميا الدكتور بيكتب له حديد يا فيتامين ب مركب بي 12، هو بقى بيخزن البي 12 فيتامين ب 12 والحديد. ده سؤال شافه مهم، ما هو دور الليبر؟ نيجي نمرة 5، يبقى عاوزك تحفظهم 2-2، يبقى الاكسيوم بيشتغل عن طريق الايسوبيتين، يبقى قبل ما ننسى نقول معاها الهرمونز، الايسوبيتين اللي هو سبيسيفيك والنون سبيسيفيك، وبعدين المصنع مع المواد الخام 3 مع 4، وحتى تلونهم في البيت كده بنفس الالوان في المصدر انت بتقرا منه، اقرا من كتاب القسم ايا كان الجامعه اللي انت فيها، من كتاب بتاع زميل فاضل
المهم تبقى فاهم وتفيت انتو اللي مطلوب منك الكوريكولم في الجامعة اللي انت فيها. ده تلتزم غير بالكلام اللي هو مطلوب منك الكوريكولم بتاعك بس تقراه بفه مش بالطريقة اللي بيكتبوا بيها كتير من الناس. يبقى اول اتنين اكشن هرمونز، تاني اتنين هيلثي بون مارو هيلثي ليفر، ادي اربعة واحدة الاخيرة لوحدها. ويؤسفني ان غالبا في الاسئلة النظري الطلبة بتنساها دي، الدايت، مع ان رجل الشارع ما بيفتكرش غيرها. هقول لك ازاي، يعني واحد يقابل واحد يقول له يا اخي انت وشك اصفر، انت ما بتاكلش. الله، يبقى رجل الشارع فاهم وشك اصفر يعني عندك انيميا، لان لو عندك اربسيز لونها احمر كان يبقى وشك كله نضاره، هو اصفر ان ما فيش اربسيز. هو بقى ما يعرفش هيلثي ليفر وهيلثي بون مارو وريتروبيوتين والكلام ده، ما يعرفش الكلام ده. هو اعزاها للدايت، انت ليه وشك اصفر، انت ما بتاكلش كل. يبقى الدايت، فعيب قوي قوي ان رجل الشارع غير ذو ثقافه طبيه يتخطاك في انه ما ينساش الدايت ويبتدي بيها، وانت حضرتك ما تنساها خالص هذا الايتم. اوعى تنسى الدايت في تكوين ار بي سيز. هو طريقه جميله جدا. هنقسم الدايت والعنوان الخامس تحتيه اربع عناوين فرعيه، اثنين واثنين. قلنا ما هي اهم حاجه في الار بي سيز جواها؟ الهيموجلوبين. ده احنا قلنا في بعض الكتب يقول لك انها هيموجلوبين 6، يعني عباره عن اكياس هيموجلوبين، يبقى جواها هيموجلوبين. الكلمة تنطق بالإجابة، هيم جلوبين، هيم يعني ايه قلناها 100 مرة؟ حديد، يبقى عاوز حديد. للأوائل فرس ثنائي، لأن هو اللي بيمتص هو الثنائي مش الثلاثي. حتى لو كلت ثلاثي لازم تحوله لثنائي، لأن الكارير الحامل اللي بيشيل هذا الحديد دايفيلنت، دايفيلنت يعني بيشيل الحاجات ثنائيه التكافؤ. الفرج ده ثلاثي التكافؤ، الكارير البروتين اللي بيشيل الحديد في الجهاز الهضمي ما بيشيلش غير دايفيلنت ميتاليك كارير، يعني يشيل المعادن الثنائيه، اسمه كده دايفيلنت يعني ثنائي، ميتاليك يعني معادن، كارير. يبقى لازم يبقى فرس، يفضل يبقى فرس. طب افرض خدت فرج، ما تخافش هنقول على الحصه الجايه هنحوله لفرس، بس من الاول يا اخي ليه تزود على روحك قاطع، خده فرس. تاني حاجة الجلوبين، كلمة بتنطق بنفسها، أخرها أي إن، يبقى بروتين، يبقى محتاج آكل بروتين، بس طبعا بروتين محترم of high biological value، ذو قيمة غذائية عالية. في البايوكيمستري هتاخد يعني إيه بروتين ذا قيمة غذائية عالية؟ يعني يحتوي كل الإسينشال أمينو أسيدز اللي ما يمكنش الجسم يعملها، عشان كده قالوا عليها إسينشال، وإن جود بروبورشن، بكميات محترمة. أديني مدارسك باي أهو، all essentials amino acid and in good proportion. يبقى اهم لو الطالب بيفكر ايه في الدايت يعمل ار بي سيز، قلنا احنا بنفكر ما هو اهم حاجه في الار بي سيز، هيموجلوبين. يبقى عندي هيم عاوز حديد في الراس، وجلوبين عاوز بروتين وهايبرولوجيكال فاليو. طيب نيجي سي ودي نحفظها مع بعض. كمان لما باجي هنا وانا عائد الى وطننا الحبيب، في واحد يقول لي يا اخي بس هات لي شويه معادن وفيتامينات كده تحسن صحتي، والناس تدخل الصيدليات في بلدنا مش عيان ولا حاجه، يدخل يقول له بس شويه معادن كده وفيتامينات عشان تحسن الصحه. عارف ليه بتحسن؟ لانها بتزود ار بي سيز. فيتامينز زي فيتامين بي 12 وفوليك اسيد، دول اهم اثنين، بي 12 وفوليك اسيد، ومعاهم اقل اهميه شويه فيتامين سي. وتريس اليمنتس يعني عوامل معادن نادره زي الاثنين بحرف السي، حتى كوبر وكوبالت. الاثنين دول بيشتغلوا ككو فاكتور للهيموجلوبين فورميشن، بيساعدوا تكوين الهيموجلوبين، الكوبر والكوبالت. والكوبالت ليه وظيفتين زايدين غير انه بيساعد تكوين الهيموجلوبين، يعني بيزيد عن الكوبر، مش بس يساعد الهيموجلوبين زي الكوبر، في حاجتين تانيين. ان فيتامين بي 12 بيحتوي الكوبالت، بدليل ليه اسم تاني فيتامين بي 12، سيانو كوبالامين، كوبالامين ده الاسم التاني لفيتامين بي 12. ولسه قايلين اللي عنده ذاكره في الاي بي سي، الحاجات اللي بتزود الارثروبوتين، كان نمره سي بص عليها هو الكوبالت، اهو الكوبالت حتى جايبها لك جنبها. ده العوامل اللي بتساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، هقولها تاني في عجاله وكده يبقى خلصنا المحاضره الثانيه. واحد من اهم مش الاسئله، المواضيع في الطب، اريثروبويزس، تكوين كرات الدم الحمراء، والهرمون اهم حاجه هو الاريثرو
بيوتين. يبقى التكوين إريثروبويزيس والهرمون إريثروبيوتين اللي هو قلت بداية اكتشافاته في سنة 1900، عرفوا أنه طالع من الكدني في 1950 وتحضيره في 1983 كان يعني حاجة رهيبة. قلنا فهنقول أول حاجة يا شباب قلها مع بعض. أول حاجة اللي بيتحكم في أي عضو أولا هو وظيفته، وظيفة الار بي سي تشيل اوكشن. يبقى بقى اوعى تبتدي بحاجة غير الاوكشن سبلاي. لو نقص الاوكشن هايبوكسيا يطلع هرمون اسمه اريثرو بايوتين، يبقى يزود الار بي سي. هذا الاريثروبيوتين سؤال فرعي تتكلم عليه في اربع نقط. الاستراكشر اسمه اريثرو بايوتين، انتاب اي ان يبقى بروتين مضاف اليه كربوهيدرات جلايكوبروتين. في بقى شويه كلام فارغ يقول لك شاف وزنه الجزيئي 35000، تركيزه ينزل للنص لو اديت حقنه منه، تركيزه ينزل للنص بعد 5 ساعات، يبقى الهاف لايف 5 ساعات. ده كلام فارغ، اهم حاجه ان هو جلايكوبروتين. سورسز عندك انت منين؟ 85% من كدني و15% من ليفر. لما كنت جنين كان كله بيطلع من ليفر. النقطه الثالثه بيشتغل على ايه؟ بيشتغل بعد التخصص الانترلوكين، يحول الخليه غير متخصصه لخليه متخصصه. طب ما تخصصت تشتغل عليها الايثرو بيوتين، يعمل ديفرنشيشن اند بروليفريشن. نقطه رابعه دي وهي الاهم، ايه الاستيمولاي بتاع الايثرو بيوتين؟ هايبوكسيا ثم هايبوكسيا ثم هايبوكسيا ثم كلام شحاتين اي بي سي، ايه اندروجين هرمون الذكري، الكالوزيس، ادينوزين. بي قلت الحاجات اللي بتستيميليت البيتا ريسبتور بتاعت ادرينالين يسموها ايه؟ بيتا ادرينرجيك ستيمولانس. وقلت بقى اللي بيتذكر بعد كده ده بيزود كل الهرمونات في الجسم. وسي كوبالت لسه قايلنا ده اهم عامل، لو بدات بغيره هتاخد صفر. الشيء بالشيء يذكر. طب حضرتك بتقول نقص الاوكسجين هايبوكسي عن طريق الاريثروبيوتين، يبقى ناخد تاني حاجه الهرمونز قبل ما ننسى الهرمونز. يا اما سبيسيفيك اريثروبيوتين يعني ما يزودش غير الاحمر، واوعى تغلط الاحمر وقلتها باظن باسلوب ساخر شويه عشان تفتكرها. لو مع لو قلت بيزود حاجه غير الاحمر مش هيبقى هو بتاع الاحمر، هيبقى ما فيش احمر من كده، مش الهرمون. ونون سبيسيفيك كما الاندروجين كما الثيروكسين بتاع الغده الدرقيه كما الكورتيزون اللي هو الجلوكوكورتيكويدز. تحفظوا مع بعض الاوكسجين مع الاريثروبيوتين. ثم ننتقل لل مصنع مع مورد المواد الخام. المصنع هو الهيلثي بوم مارو. قلنا انهي بوم مارو؟ بتوع السكال وبتوع الجزع، انما مش اللونج بونز، ان دي ممكن تفقد لونج بونز. شوف العظمه الالهيه. لو باظت البوم مارو هيديني نوع من الانيميا اسمه ابلاستيك، انيميا بسبب عدم التخليق. طب ما مورد المواد الخام هيلثي ليفر؟ ده سؤال شفوي. الليفر يصنع شيئين، الجلوبين بتاع الهيموجلوبين نوت جلوبيلين جلوبين، ويصنع 15% من الاريثروبيوتين، ويخزن اهم حاجتين الحديد، وده اللي بيخلي الليفر لونه احمر. كل حاجه فيها حديد بيبقى لونها احمر، الدم لونه احمر عشان 70% من الحديد فيه، الليفر عشان بيختزن فيه الحديد لونه احمر. الاحمر مرتبط بالحديد، حتى بنقولها كده في هزار يقول لك ايه الاهلي ايه؟ حديد، ما هو لونه احمر الاهلي، خلاص اوعى تنسى. اي حاجه فيها حديد يبقى لونها احمر. الجبال عند اسوان لونها احمر عشان مليانة حديد، لو رحت اسوان. فبيخزن بي 12 والجاز. اخر حاجه اللي قلت بتنسوها، اوعى تنساها، رجل الشارع ما يعرفش غيرها، انت ليه وشك ما فيهوش نضاره اصفر؟ عشان ما بتاكلش. يبقى الاكل مهم لعمل ار سي. هتكلم على اربعه ايتمز في الدايت، اثنين واثنين، اثنين الكلمه بتنطق. الار بي سي عباره عن ساكس اكياس فيها هيموجلوبين. طب ما الكلمه بتقول هيم يبقى عاوز حديد بس ثنائي عشان يمتص، ثنائي فرس خلاص، لانه البروتين في الانتست اللي بيحمل المعادن الثنائيه بس. داي فيلم ميتاليك كارير عشان تبقى فاهم، مش حافظ ليه ثنائي. وبروتين بروتين اوف هايبرولوجيكال فاليو، قلناها في البايو هيقول لك يعني ايه بروتين ودي قيمه غذائيه عاليه في كل الاسينشال امينو اسيدز وبنسبه معتبره عندي جود بروبورشن. وبعدين بنقول اصحابنا هنا يقعد يقول لي هات لي شويه معادن وفيتامينات، واللي بيدخل الصيدله يقول لك شويه معادن وفيتامينات. الفيتامينات بي 12 وفوليك اسيد، ثم بي 12 وفوليك اسيد ده موضوعنا المره القادمه باذن الله. بي 12 وفوليك اسيد وفيتامين سي وتريس اليمنتس اللي هو كبر وكوبالت.
كوبالت، كبر وكوبالت. كبر والكوبالت الشباب اهي مكتوبه في الاخر، في الاخر هما الاثنين بيشتغلوا ككو فاكتور. الكوبالت بيزيد حاجتين، كو فاكتور الهيموجلوبين، الكوبالت داخل في تركيب البي 12، حتى قلت البي 12 اسمه سيانو كوبالامين، ومهم لعمل زي ما مكتوبه في اخر سطر اهي الاريثروبويتين. ده المحاضرة الثانية، وأرجو تكونوا استفدتوا، ومجموعة من الزملاء نزلوها على اليوتيوب فهتبقى كده موجودة، تقدر تراجعها مرات ومرات ومرات. ولا أزيع سرا، حل الأسئلة اللي ببتدي بيها وبحطها لكم قبلها بساعات أكثر أهمية من المحاضرة، لأن هي اللي بتقول لك فين النقاط المهمة، فين النقاط اللي بتيجي في الامتحان. فبليز الموضوع مش تقعد تسمع وتسمع وتسمع، الحل أكثر أهمية، ومش هتخدع روحك. أنا طول عمري كنت حتى في المحاضرة الناس كلها قاعدة وبنحل لك خمس دقائق وما ترجعش للمصدر أنت بتقرأ بيه. قلت لك اقرأ المصدر المتاح عندك، كتاب القسم ده أهم حاجة عندك في أي جامعة، لكن هذا لا يمنع أنك تقرأ أي كتاب بيعمله أي زميل، احترامنا الشديد للجميع، بس سواء تقرأ هذا أو ذاك أنا بعونك في شيء واحد، أن تفهم فيسيولوجي وتتمتع بالفيسيولوجي وتؤمن أنه وراء الخلق خالق، بس ما فيش حاجة معمولة بهذر. شكرا، وألقاكم على خير قريبا بإذن الله في نفس المواعيد المتفق عليها. شكرا.